التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين، يعني في مداخلة لقائم مقام قضاء الشرقاط. أرجع الحالة التي تعيشها مدن وأقضية صلاح الدين إلى عدم صمود البنية التحتية أمام السيولة التي ضربت المحافظة، إلى أي مدى ترى أن هناك تقاعس من الحكومة في بغداد للاستعداد لموسم الأمطار هذا العام؟ ليس هو فقط هذه المشكلة، لا نرى هذا العام فقط، بل هي حالة متكررة عن أعوام سابقة. تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. يعني من المعروف هذا الخط من جنوب غرب نينوى باتجاه الشرق هو مسلك لأي سيول عبر السنوات، عبر عشرات السنوات الماضية، وكان المفروض من الحكومة أن تتهيأ لمثل هذه السيول قبل حدوثها في الوقت الذي حذرت فيه الموارد المائية والأنواع الجوية بحدوث كوارث أثر السيول في هذه المناطق وغيرها. وكان من المفروض على الحكومة أن تكون قريبة من المناطق المنكوبة، أي تكون تتواجد كافة الحكومة، يعني أعضاء أو وزراء من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وتشكيل لجان بسرعة وإعلان هذه المناطق مناطق باعتبار منكوبة أو المطالبة بهذا الشيء. لكن للأسف غياب ممثلين هذه المحافظات أثر الصراع على المناصب والمكاسب، والحكومة أخذت على عاتقها إهمال هذه الحكومة، بالإضافة إلى أن هذه المدينة مدينة المواطنين والمحافظات المحررة من تنظيم الدولة داعش أصبحت محافظات معددة قبل حدوث هذه السيول بسبب الأتوات. هناك أتوات تؤخذ عن الميليشيات، وهناك أراضي استولت على الميليشيات وتم بيعها بأسعار رخيصة، وبالتالي هذا العمل متعمد من قبل الحكومة في ظل الصراعات السياسية على المكاسب والمناصب وإمرار جميع مصالح الشعب العراقي بما فيها الدرجة الأولى المحافظات المنكوبة. وهناك كذلك ما يثبت التعمد الميزانية التي أقرت إلى محافظة الموصل وإلى الأنبار وإلى صلاح الدين، والتي كانت بنسبة 5.9% وأنزلت إلى 1% بالنسبة لنينوى والأنبار. نعم، يعني إذا كانت الأمطار القوية تضرب العراق كل عام، إلى ماذا نرجع الكوارث التي نتجت عن السيول والتي وصلت يعني إلى حد وفاة عدد من المواطنين وفقدان آخرين؟ يعني بكل تأكيد هذا إهمال متعمد وليس إهمال يعني غير مقصود، إهمال متعمد من قبل هذه الحكومة ومن قبل الحكومات التي سبقتها. فبالتالي يعني على السياسيين الممثلين هذه المحافظات أن ينتفضوا بغيرتهم وكرامتهم ولمحافظاتهم، وأن يعلنوا انسحابهم أو الحداد تجاه هذه المناطق المنكوبة. ولو تكون وجود سياسيين موثلين لهذه المحافظات لما وصلت هذه المحافظات إلى هذا الحال، وبالتالي ستبقى هذه الكوارث وغيرها، وستبقى سيطرة الميليشيات على هذه المدينة، لأن يبدو بأن هناك توجيه خارجي لعدم استقرار هذه المدن المحررة وإضرارها اقتصاديا ومعنويا وسياسيا في هذه المرحلة. بالعودة إلى النقطة الأولى في المداخلة لقائم مقام قضاء الشرقاط، الأستاذ علي الدودح قال بأن هذه الحالة التي أصبح أو التي جرت في منطقة الشرقاط هي عبارة عن سيول أتت إلى الوادي، وليس لم يرجع الحالة عفوا إلى عدم صمود البنية التحتية، ولكن قال بأنها لم تضرب هكذا أمطار هذه المنطقة منذ 50 عاما تقريبا. لماذا لم يكن هناك استعدادات لهكذا حالات فعليا في ظل المناخ الذي يدور في المنطقة وحالات السيول التي تجتاح الكثير من المناطق في العراق؟ يعني هو هذا ما نقول على الحكومة، المفروض هي تكون متهيئة وفق تقارير الموارد المائية والأنواع الجوية قبل حدوث الأضرار وقبل حدوث هذه الكوارث التي أدت إلى مقتل وفقدان العشرات. وبالتالي يبدو بأن الحكومة غير قادرة، أو ليس غير قادرة بل متعمدة بهذا العمل ضد هذه المدينة، لإضعاف هذه المدينة وسيطرة ودقاء سيطرة الميليشيات عليها والخطوط الخارجية أي الاتجاهات السياسية الخارجية. نعم، هل العراق برأيك يعني الذي كما يقال بأنه يسبح على بركة
من النفط، هل يحتاج مساعدات من الأمم المتحدة من أجل تجاوز المشكلات التي تظهر كل يوم بسبب الفساد المستشري في العراق؟ يعني ولولا الفساد ولولا سرقة أموال الشعب العراقي وإنهاء ميزانية العراق وأصبحت ميزانية العراق مطلوبة، هناك فقط السرقات هي تمول دول من الدول الصغيرة مثل الصومال والكويت واليمن وغيرها من الدول الصغيرة الشعوب القليلة. وبالتالي بأن هذا البرنامج برنامج السرقة والمحاصصة والتسابق على المناصب من أجل سرقة أموال أكثر من أموال الشعب العراقي تبقى مستمرة في ظل وضع هذا المشروع السياسي وهذه الأحزاب التي تسلطت على الشعب العراقي بالاتكاء على الطائفية لدغدغة مشاعر أبناء الشعب العراقي والاستمرار بتفرقتهم لغرض السيطرة وإضعافهم لغرض السيطرة من قبل هذه الأحزاب التي هي تتكى على جهات خارجية وعلى دول متعددة. الشيخ فايز الشاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.